دخل عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم برنامج خط أحمر. بعد نجاح الحملة تاع برنامج خط أحمر لإسعاف المشردين ابتداء من هذا الشهر، البرنامج راح نديروا حملة جديدة، لكن حملة هذا الشهر أو شهرين راح تكون موضوع حساس وموضوع جريء جدا، لكن حبينا من خلال هذا البرنامج أننا نديروا خط أحمر عليه، موضوع هروب الفتيات من البيت أو الهاربات من البيت. بلا ما نروحوا البعيد، ربما الحاجة اللي تخلي الطفلة تهرب من بيت باباها من بيت والديها هو الخطأ أو هو الفضيحة أو الخطيئة. الخطيئة هذه تجي بعد ما تقع الطفلة في مشكل أو البنت تقع في مشكل يكون جراء علاقة عاطفية غير شرعية أو جراء نقدر نقولوا حب لا ينتهي بالزواج لكن ينتهي بفضيحة. ما تلقاش هذيك الطفلة روحها، المجتمع لا يرحم، والديها أكيد جدا باللي عندهم حق، طفلة تهرب من البيت. أول حلقة راح نعالجوها من هذه الحملة هو موضوع تاع الحب والخطيئة. فتيات في عمر الزهور كان عندهم 15 سنة 16 سنة و 17 سنة تعرفوا على شباب، بدأت العلاقة بيناتهم علاقة حب، لكن للأسف هذه العلاقة انتهت بالفضيحة. الفضيحة جرت هذه الفتيات باش يخرجوا من البيت، والمجتمع ما يتقبلش تاعنا فضيحة كما هذه. هذه الحلقة جبنا زوج حالات، الحالة الأولى تاع امرأة غرها شاب كان في عمرها 15 سنة كانت تدرس، هاد الشاب ما قالهاش باللي راني متزوج، وهاد الشاب للأسف متزوج بمعلمة وينشد في حياته المبادئ. أهم هذا البنت باللي هو فارس أحلامها تمادات في الخطأ، أنجبت طفل غير شرعي، الفضيحة كبرت خلتها تخرج من البيت، موجودة معنا في البلاطو. احنا نجيبوا هادو الحالات بين قوسين دائما، مش باش نشهروا بهادو الحالات، ومش باش ممكن نديروا كما يقولوا ممكن بالك نكسروا حرمة العائلات الجزائرية، لكن انا على بالي بلي الطفلة اللي راهي تشوف فينا او البنت بين قوسين اللي راهم يشوفوا فينا بلي بالك لا الامام ولا المحامي ولا انا ولا النفساني قنحها، لكن الشيء اللي قنحها بخطورة الشيء اللي راهي فيه هي حالة كما هي تجي البلاطو وتحكي لها. هذا هو الغرض تاعنا بالدرجه الاولى. والحاله الثانيه ايضا للاسف مراهقه احبت رجل في عمري بالك انا نهار شفت باللي فايتها ب 20 سنه حباته ومشات معاه، فيما بعد لقات روحها حامل في مازق ولدت طفل غير شرعي، جات البرنامج باش تحكي المشكل وراهي ضايعه. هذو زوج حالات نشوفوهم لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد، لكن قبل ما نبدا نرحب بالجمهور اللي راهو حاضر معنا. نرحب باعضاء جمعيه الفرحه الدوم، وهي احدى الجمعيات الشبانيه اللي كانت ساعدت برنامج خط احمر في حملته لاغاثه المشردين، موجودين معنا لهنا، وايضا مجموعه من الطلبه الجامعيين ومجموعه من الناس الطيبه اللي حبت تحضر لبرنامج خط احمر. نرحب بضيوف البرنامج كالعاده، الاخصائي النفساني محمد فرجاني، مرحبا بك. مرحبا بك الاخت فضيله وكل مشاهدينا، ونقول لهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام، واكيد جدا نرحب بشيخنا البشير الابراهيمي. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، ورحب ايضا بالمحامي والمستشار القانوني ابراهيم بهلولي، مرحبا بك. شكرا، مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور. كما كنت قلت لكم موضوعنا لنهار اليوم هو راح يندرج في سلسلة من المواضيع اللي راح يفتحها برنامج خط أحمر، موضوع تاع الحب والخطيئة، وموضوع أيضا يورينا جزء مما يحدث في المجتمع الجزائري. كما كنت قلت لكم موضوع تاع فتيات وقعنا ضحية الحب.
نديرو حب لكن نديرو سطر تحت هذه الكلمة أو نديرو خط أحمر. الحالة الأولى اللي راهي موجودة معنا الحالة تاع الأخت حفيظة، جاتنا من ولاية البويرة. أخت حفيظة هذه كانت تقرأ، عرفت على شاب مشت معاه في علاقة غرامية، حباته. بعد ما حباته هذا الإنسان سلب منها أهم شيء ممكن تملكه الفتاة، لكن للأسف خلاها تتخبط في الفضيحة لوحدها. هذاك الشيء دفعها باش تتحمل ذنب خطيئة. جات البرنامج خط أحمر باش تحكي لنا حكايتها، موجودة معنا. مساء النور حفيظة. مساء الخير الأخت فضيلة. أنا نشكرك لأنك عندك كل هذه الجرأة، نقدر نقول شجاعة بعد الخطيئة. أكي معايا حفيظة؟ أنا معك أختي فضيلة. حفيظة على بالي حتى لو كانت حبيتي تباني، أنا أقول لك باللي ما تقدريش تباني معنا. لكن قبل ما نروحوا نسمعوا حكاية حفيظة بالتفصيل، خلونا نروحوا نشوفوا هاد التقارير صغيرة عليها ونعاودوا نرجعوا لكم. صغيرة وهفني هذا السيد وخبى عليا باللي كان متزوج، وانا تغريت في هذه الدنيا وكنت صغيرة وما نعرفش. وقراني كشغل الامان وما قلت هكذا، كان يحلف لي ثاني على المصحف كشغل وثقت فيه. ربي ان شاء الله ما تتكررش هذه الغلطه معايا ولا مع سوى واحده اخرى. الحرقه كاع راها في قلبي، واحد كيما يقول لكم ما حبش بابه يستعرف به، وانا كنت صغيره بصح نوكل ربي. هذه هي نوكل ربي، وانا حقي ما نجسي ابحى فيه. حفيظة موجودة معنا. حفيظة. نعم اختي فضيلة نسمع فيك. انا حنعاونك شوية. مالي. حفيظة كي كنتي تقراي. ايه. كان في عمرك قلتي لي 15 او 16 سنة. 15 او 16. 15 سنة. 15 سنة. تعرفتي على شاب. ايه. كانت بيناتكم علاقة غرامية. خارج اطر الزواج. نعم اختي فضيلة. احكي لي شوية حفيظة. اختي فضيلة انا كنت صغيرة مينور 15 سنة، تعرفت بشاب وحبيته ما نكذبش عليك، وقعدت معاه في هذه العلاقة. مما ادى في هذه العلاقة حتى غلط، ومن بعد انا رحت لهذا السيد وقلت له على الاقل مد الاسم لوليدك، ما حبش يستعرف بيا وخلى عليك وانت خلى عليا وانا في هذيك الظروف القاسية. ولقيت روحي وحدي وعانيت ما نكذبش عليك. وداركم عرفوا في هذيك الفترة؟ ما عرفت على الصح دارنا سمعوا. بعد وليت في مشاكل، وليت ما هكذا مع خاوتي عداوني، عداو اخوالي عداوني هكذا، وعداو ما بسبتي. وليت في مشاكل وشعت مع الناس كاع، وانتشرت كاع الحالة نتاعي ما نكذبش عليك، ونوليت ما نقدرش نبان. قولي داركم بعد ما علموا بالفضيحة خلاوك داخل البيت، او على بالي باللي مشكل صعب، وعلى بالي باللي العائلات الجزائرية وهذا من حقهم، من حق الأب ولا الأم ومن حق خاوتك أنهم ما يتحملوش فضيحة كما هذه في بيتهم. احكي لي شوية العراقيل ولا المشاكل اللي واجهتك. ما نكذبش عليك اختي فاضلة، عانيت بزاف هكذا، ولحقت أنهم حيت ذبحوني ماليا وزعكوني من الدار، ولأنهم تبروا مني نهائيا. وبعد انا ما قدرتش نحمل ما نكذبش عليك، سوفلت بزاف وتمحنت في ذي الدنيا وانا صغيره وما عرفتش لمحان كيفاه. ومن بعد وين خرجتي؟ ومن بعد وليت رفضت روحي هكذا ورحت للزاويه تاع سيدي عيسى، معروفه بزاويه شيخ العموري. قعدت ثم مدرقه راسي حتى الحق الوقت يعني تاع اني وضعت الحمل هنايا في الجزائر. شكون اللي جابك للجزائر؟
جابتني يعني وحده هكذا ابار تليفون برك تعرفت بها ثم في سيدي عيسى وغلطتها يعني وشفيتها ما نكذبش عليك. هي اللي دلتني اني نجي هنا للجزائر، قالت لي على الاقل باش ما تصلي روحك وينقص عليك هضره الناس. ما تنحرش اكثر. جيت للجزائر هنايا وضعت الحمل في الصمار وخليت طفل يعني هكذا زاد في تاريخ 26 اوت 2008. 26 اوت دقيقه 2008. حفيظه بعد ما حملت بطريقه غير شرعيه من هذا الشخص، باش فقط نسلطوا الضوء على موضوع على بالي باللي عدد كثير من البنات يحبوا برنامج خط احمر ويشوفوه. انا بيك حبيت نوجه ميساج للبنات اللي يشوفوا فينا باللي ولا حد يغرهم، باللي هذا النوع من العلاقات الغراميه مهما كان طفله ما تقدرش تروح تنساق وراء عواطفها ويحدث الخطا. حبيت بيك انت توصلي ميساج للبنات اللي راهم يشوفوا فينا. ما نكذبش عليك اختي فضيله، انايا نطلب من كل البنات اللي راهم يسمعوا فيا ما يصرالهمش ان شاء الله كيما صرا لي انايا، وما يامنوش كاع باللي كاين الحب هذا غير انه ينجم عليه عقد صحيح، عقد زواج يعني صحيح، باش ما يصرالهمش كيما صرا لي انايا يقعدوا ماهم بحياتهم ماهم بشرفهم ماهم يعني بولادهم كيما ضاع وليدي انايا. ما نكذبش عليك. انت حفيظه فقط، انت تخلى عليك مباشره بعد ما عرف باللي راكي حامل. ايه. نعم ايه. غير ما قلت له باللي راني بالحمل هكذا ما حبش كاع يستعرف بيا ولا يوقف معايا يعني في الشده اللي كنت فيها، كنت وحدي نتخبط في قلتة عدم ما نكذبش عليك. بعد ما جيتي العاصمه انا حبيت نذكر هذه النقطه لانها نقطه للاسف تصاحب عدد كثير من الامهات العازبات يقعون في مصياده اخرى بعد الفضيحه. تلاقت مع امراه، هذه الامراه سمعتها باللي حابه بعد ما تولد تبيع لها الولد لشخص مهاجر. احكي لي فقط هذه النقطة باش انا كنت يعني هكذا بالسطر في لوبيطال وكاع حين زيد ذاك الطفل وانا سمعتها في التليفون تهضر مع واحد هكذا قالت ايميغري باش تبيع وليدي انا بعد ما يزيد ب 100 مليون. ومن بعد انا ما قدرتش نعطيه لها ما بس قلت هذه الكبدة نتاعي كيفاش ما قدرتش انا باش ما كنتش مسؤولة حتى باش ندرك راسي. انا ما كنتش ما عنديش وين نبات. قلت ما نقدرش نتحمل مسؤولية طفل صغير وكان الشتاء وكان الباد ما نكذبش عليك. على هذه تنزلت عليه يعني خليته في السبيطار وين زاد في الصمار. الشيء اللي نقول للمشاهدين، الشيء اللي جاب حفيظه البرنامج خط احمر انه الضمير تاعها صحة، ولو اني مانيش موافقه على الخطا تاعك وانت بحد ذاتك قلتي لي راني مستعرفه باللي انا غلط. إيه يعني حفيظه. نعم الاخت فاضله راني مستعرفه باللي غلط غلطه كبيره ودفعت الثمن تاعها غالي بزاف. بعد ما غلطت الضمير تاع حفيظه صحى، فكرت باللي عندها ولد عندها كبده تخلات عليه في المستشفى وراحت تكمل حياتها. وبالفعل حفيظه بعد ما راحت تكمل حياتها الشيء ربما الجميل ولو انها يعني هي غلطت، لكن تلاقت برجل طيب سترها تزوجها وهي حاليا راهي متزوجه وعندها ام، هي راهي ام لثلاث اولاد. ثلاث اولاد حفيظه؟ نعم زوج ذكوره وعندي طفله. الله يبارك. هي نعم. ام لثلاث اولاد. يعني هذا الانسان حكيت له على كامل وصرا لها وقبل انه يتزوج بها، واكثر من ذلك انه طالها دافع باش تعاود تسترجع ذلك الطفل للحضن تاعها. يعني مهما كان الثمرة تاع الخطيئة أنه ما عنده حتى ذنب، ما عنده حتى سبب أنك تخلي عليه وأنك تخليه مهمل في المستشفى. جات للبرنامج باش تحوس عليه. هذا الابن هو اسمه نضال، سجلتيه باسم، نخليك فقط تحكي. سميته نضال، حطيت له لاكارت نتاعي وحطيت ثاني الاسم تاع باباه محفوظ. تاريخ فقط الميلاد باش انا نقول فقط اذا راهو في مراكز الطفوله المسعفه اللي هنا في العاصمه، اذا المربيات او مدراء هذه المراكز او حتى اذا راهو عند مرام تبنياته نقولها باللي كاين ولد اسمه نضال مسجل تحت اسم نضال حفيظه محفوظ زايد 26 اوت 2008 من مواليد 26 اوت 2008
هي راهي تقول بلي ولداته في مستشفى السمار. ايه اخر معلومه كي ولدت من فوق 3 اشهر بس كنت مريضه في كما كنت نافسه كنت مريضه بزاف ما نكذبش عليك، ما قدرتش نولي قبل الشهر، قالوا لي كون جيتي شهر شهرين نعطوه، لك انايا ديباسيت لي موايان تاوعي. تما قالوا لي اخر معلومه راه في لابيبينيير تاع البيير، من ثم ما عندي حتى خبر عليه. انت كنتي تبكي عليه وقلتي لي بلي هو فرحتي الاولى، و احكي لي عليه، حبيتي تحكي لي على الحرقه تاع ال. ما نكذبش عليك انا يا وليدي، ما قريت وتزوجت وجبت ثلاثه مع هذا الانسان اللي صرني اللي راه زوجي الان وبابه ولادي، هو اللي دعمني باش نجي الحصه هذه تاع خط احمر. ما نكذبش عليك ما قدرتش ننساه، كشغل وليدي الاول به عرفت معنى الامومه، به وليت ام، به عرفت قيمه الحنانه. ما نكذبش عليك ما قريت ما سلمت عليه ما حضنت ما قدرتش نعبر لك على هذا الشعور. أكيد تتستني أنه في يوم من الأيام تلقايه تعاودي ترجعيه. أني متمنية أني نصيبه صح ما نكذبش عليك، ونتمنى ونطلب من كل السلطات ولا من جميع اللي راه يسمع فيا ومن كل قلب حنين ورحيم ولا من كل أم عندها وليدي يعني تتصل بالحصة وتعلمكم يعني على وليدي باش نعاود ندي. ما نكذبش عليك ما قدرتش ننسى، راني ما نرقد ما والو كي نشوفهم في العياد هكذا يمدوا لهم الكادوات ونقول بالك هذاك هو وليدي. ما نكذبش عليك. تبكي في الحقيبة الحرقة تاعو ولا الخطيئة ولا الندم؟ ما نكذبش عليك في الزوج كي الغلطة كي وليدي، ما نكذبش عليك اني جبته وما قدرتش نربيه وما قدرتش يكون معايا كيما خابتو الاخرين. مانيش نرقد ما نكذبش عليك، راني كي المهبولة الكبدة نتاعي راه شوية على وليدي نضال. ما نكذبش عليكم. الرحمن الرحيم، انا نقول للاخت بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. الانسان عليك اول شيء بينك وبين الله عز وجل، وهذه الاخت هذه عبره للجميع بنات الجزائر الجميع، اي وحده رايش اي مراهقه اي بنت راهي تشوف هاي العبره. كل هذا واحد هو يتنصل من شرع الله عز وجل. شوف انا دائما برنامج خط احمر يتلقى انتقادات لاننا لا بعض الاحيان لاننا نجيب خلينا حالات نجيب قاسية. الحقيقه تاع المجتمع، لكن لاننا حنايا انا الظاهر ديالنا اننا لاباس بنا، لكن مليح نقول لهم بلي هاو لك الحقيقه ديالكم. يا جماعه كي نقول لكم في المساجد اتقوا الله وهذه الطرق ما تخرجش، ماشي واحد يقول لك انتم متخلفين انتم ما تعرفوش الحضاره انتم كذا انتم كذا. نسموا هذا الامر ممكن سميته خطيئه، لكن سموه بما سماه الله عز وجل، سماه الزنا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. هاو شو السبيل؟ اي تبكي الان الشرف هذا المزيد، ايضا قضيه الشرف والعفه. أجمل ما تتجمل به البنت وشنو هو؟ اللباس. أجمل ما تتجمل هي العفة، هي الشرف. والشرف هذا ماهوش ليها تحية وحدها ولا تعيمة، الشرف هو للعائلة بكاملها. الشرف هو ملك باباها ويماها وخوتها، أي واحد يحمل نفس العائلة فهو جزء الشرف ديالها ويحمل هذاك. فلذلك هذه البنت ماهيش تسلف الشرف ديالها وحدها، بل أمها قاعد تسالمها، المجتمع كله سالمها، فلذلك هي مستأمنة على هذا الشرف الذي وضع عطاه الله عز وجل، لازم تحافظ عليه. الشيء الثاني تكلمت على علاقة غرامية. أنا نفضل نكونوا حقيقيين، ممكن الأستاذ يزيد بنت، ما يسموهاش ماهيش علاقة غرامية وماهيش حب. كاين يسموها نزوة شهوانية. لأن لماذا؟ حنا كان نقرأ ونرجعوا فرقت السالف للسلف، ما قرأوا بثينة وحب بثينة إلى غير ذلك أشعار العرب. شوف الناس صح كانوا شرفاء، لانه هذا لو كان يحب هذه الطفله حقيقه ما يرميهاش، وكان يحبها حقيقه ويحترمها يجي يخطبها يدقدق في الباب. قال انا جيت كما يقول جيت بالحسب والنسب، هذه المراه تصلح لي باش تكون يمات ولادي وتكون مرتي، ما نخلي ما ندورش معها في الطريق، ما يجوز ليش، حرام عليا، واش ندير؟ اذا نحبها حقيقه ونحترمها ونبجلها ونحطها فوق راسي، ندقدق ليها نروح لبابها ولي امرها، جيت تعطيني بنتك. صح اذا كنت ندور معها في الطريق ندور منه ومنه ومنه، وبعد ذلك حينما الانسان يقضي شهوته يقول لها روحي الله يسهل عليك، بل يتهمها يقول لها كما سلمتي لي انت نفسك قادره تسلميه لاي واحد اخر، يولف بعد ذلك ينفي النسب. ولذلك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا، ربي ما قالش ما تزنوش، قال ولا تقربوا. الانسان يبعد كل حاجه تكون سبب في هذه العلاقه لازم يبعد عليها. ولهذا نقول هذه رساله والله، هذه الاخت علاش مبين علاش جات وحنا وضحها؟ يا بناتنا يا خياتنا
يا المؤمنات يا الجزائريات، إياكم يلعبوا بكم، لأنه اللي ناوي الخير يجي للدار واللي ناوي الشر يبدأ يدور في الطريق. أنتوما لازم تاخذوا العبرة هذه موراها كانت 15 سنة وغيروها وغيروها الكثير، وكان نحوسوا نلقوا عينات يعني كثير. شيخنا بين قوسين، كما تنضبطوش بالشرع، لما تنضبطوش بالشرع وما تنضبطوش بالعرف، حتى الشرع ما حبيش نضبطوا به، نضبطوا بالعرف. العرف شنو هو؟ الإنسان إذا أحب امرأة يذهب إلى بيتها إلى أهلها، قال جيت اليوم نخطب بعد سنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات عشر سنوات نتزوج، لكن أقل شيء أنك تمشي في الأطر العادية. لأن شوف سبحان الله، ها خاصة هذا الذين يمكرون ببنات الناس. شيخنا بين قوسين، احنا دائما نطيحوا على الطفلة غلطة، لا لا، لكن اللي غلط ايضا اللي كان معاها الزاني والزانية، الزانية والزاني، ربي ما قالش الزانية تحمل الوزر. وكذلك المرأة الغامدية لما جات النبي وابنه وماعز، الله النبي صلى الله عليه وسلم قام عليهم الحد الاثنين. احنا لازم نعاودوا نجدوا النظرة وننبهوا كما ننبهوا بناتنا، نقول لهم إياكم وإياكم خياتنا وبالكم وهم يجوش وهم يلعبوا بكم. نقول تاني للرجال، إذا سلكت من الطفلة هذه وين راح تخبى يوم القيامة من رب العالمين؟ اليوم قدرت تهرب من المحكمة، اليوم قدرت هربت من القضاء، صح يوم القيامة باش تقابل الله عز وجل. وزيد نأكد لكم فقط، العرض دين، العرض دين، كما تدين وتدان. كما تدير بنات الناس ربي يسخر لك في بناتك ولا خياتك ولا أقرب الناس إليك. لازم تتوب إلى الله عز وجل. كما نوجه الكلام نقول لهم إياكم ما تخرج طريق هذه البنات وبناكم، لكن المشكل أنها هي التي يظهر عليها الخطيئة، تظهر عليها الزنا، لأنها تحمل. لو كان يحمل الرجل يظهر عليه لحملنا المجتمع يحمله، وكأنه لكن الشرع للزوج أثنين. نعم، هي قالت لي باللي السيد هذا كان متزوج وعايش حياته لاباس عليه، وباللي الناس يبان قدامهم باللي وليد فاميليا مظاهر ومرته معلمة. شوفي وليد فاميليا، احنا لازم نعاود نظهر نبينوا وليد فاميليا. وليد فاميليا ماهيش لباس ولا مستوى معيشي. وليد فاميليا اذا كان وليد فاميليا كان، انا نقول لك اذا كان وليد فاميليا كان راح خطبها من الدار، ما دام مشى معاها في الطريق ماهوش وليد فاميليا. هذا هو الصريح، هذا هو الشرع. صح. محمد، فقط سؤال حبيت، هاد الطفلة رحت في علاقة عاطفية وعمرها 15 سنة، 15 سنة راحت مراهقة، مراهقة وحدة تستوي بعد. ممكن بلاك تشوف فيه الأمام باباها، شيء من الشيء اللي منقوص في بيوت العائلات الجزائرية اللي يخلي دائما الطفلة تبحث عن الحنان ولا الحب خارج العائلة. صح، أنا نوافقك في ذي الفكرة الأخت فضيلة، ونحن نعبر للمشاهدين راح يوافقونا في ذي الفكرة، لأنه دائما قضية الحوار. إذا كانت هناك التنشئة الاجتماعية دائما تكون مرنة وسلسة مع الأبناء، أنه الأب يجبد بنته ويحاورها واللي ما تجبد بنتها وتحاورها، حتى ما يكونش هناك وعطاولهم الحب، حتى ما نحوسوش الحب هذا من عند الناس، والشخصية تاعهم راح تكون قوية والقناعة تاعهم راح تكون قوية. بينما عندما نقلهم أن نلقى باللي الأب يضرب مع يماهم قدامهم وما كانش اللي يقول كلمة مليحة يعني ولا حلوة في الدار، حتى أي إنسان تخرج برا خاصة مرحلة المراهقة، أي إنسان يقول نحبك ولا يقول لطفل نحبك راح تنجر مراه، هو وحش بشري ولكن هي تمشي مراه لأنه ما لقيتش ذيك الكلمة، ما لقيتش ذيك الحنانة الوهمية اللي هي مسكينة متخيلتها، لأنه أولا النضج العقلي مازال ما لحقتش النضج العقلي والنضج الانفعالي مازال ما لحقتش ليه. بينما هنا بالإضافة أن نخص دراسات تثبت على أن اللباس الفاضح هو من الأسباب التي أصبحت للأسف الشديد الكثير من القضايا تاع الزنا والكثير من القضايا التي أصبحت تخدش وتنخر المجتمع الجزائري. أولا هو التميع، ثانيا اللباس الفاضع الذي يجبد الشهوة، لأنه شاب في مرحلة مراهقة حتما النمو الفيزيولوجي حتما في الاحتكاك في سواء في المدارس أو ما كذا سيولد نوعا طاقة ما تسمى به الطاقة السلبية التي تستثمر ويصبح هناك الكثير من الوحوش البشرية. بالإضافة إلى كذا لذلك الأخت فضيلة فقط فكرة، هو دائما نؤكد على أنه قبل أن نتكلم على هذا الفعل في حد ذاته يجب أن يكون عامل وقائي، هذا العامل الوقائي الذي يكون من خلال المدرسة، الذي يكون من خلال الدورات التدريبية، الذي يكون من خلال فقط محمد قبل المدرسة الأم تحكي مع المدرسة بنتها. نعم نعم، هوليك الحرام، نعم، هوليك الحلال، نعم، هوليك يجوز، هوليك، نعم، لا يجوز، نعم، شغل الأم هي المدرسة الأولى. نعم، نخلي فقط أستاذ بهلولي، هي راهي تقول باللي بعد ما صارت الفضيحة راحت للمحكمة سيد باش على الأقل تجيب النسب لوليدها، لكن لا، هو الإشكال أنه في هذا القضية، هذا النوع من القضايا أنا شخصيا أسميها الجرائم أو القنابل الموقوتة. لماذا القنابل الموقوتة؟ هذه الجريمة يعني بمجرد أنه البنت لما تخطئ
مع أي شخص سواء كان قاصرا أم كان راشدا. وحتى أنه لما كانت قاصرا أنه هذا في حد ذاتها أنه إنسان بالغ لما يحرض قاصر على أعمال العمل الدعارة ولا التحويل القاصر ولا كل ما يدخل في جرائم الشرف، لأنه هذه الجريمة دائما هي من الجرائم التي تؤدي إلى ظهور جرائم أخرى، بمعنى أن الجريمة التي تلد الجرائم بمجرد أن منذ أن وقعت الواقعة. يعني احنا ربما ندخل بغض النظر عن الجانب الاجتماعي، الجانب الديني، الجانب النفساني، الجانب، ولكن من الناحية القانونية هناك نصوص قانونية تعاقب على هذا النوع من الأفعال، تحريض قاصر والله هتك العرض والله كل جرائم الشرف. هنا أنه الواقعة الأولى أنه حتى وإن كانت هناك إدانة على ما أظن في هناك إدانة للشخص، ولكن الضحية الأولى والأخيرة من هو؟ هو النتيجة التي ترتبت، أو يعني المتمثلة في الولد والله الإبن الذي يعني ترتب، نقول جاء نتيجة عمل خاطئ، يعني بداية خاطئة. اثنين، الجريمة الأخرى التي ارتكبت أنه أصبح يعاني من عدم نسب، تهرب الوالد من نسب. لماذا؟ لأنه حتى الإجراءات التي بوشرت أن أمام دعوة جزائية، في ظل وجود دعوة جزائية وأمام إصرار المتهم على إنكار أو إنكاره للفعل، هنا الإشكالية حتى وإن أخذ الإدانة، ولكن الإشكالية التي تكون أمام هذا الولد هو عدم إمكانيته تقرير نسبه أو الحق نسبه. أنا أزيد لك فقط جريمة أخرى أنت ما ذكرتهاش، الجريمة الأخرى أن الولد راهو متربي ما على بالهاش ومتربي بعيد على حنان الأم. أنا جايك جاي لأنه أنا قلت هذه قنبلة موقوتة، الجريمة تتولد عنها عدة جرائم. ما بقاناش فقط وقت، بقات حاجة، عفوا أستاذ، عندك حاجة حبيتي تقوليها؟ ممكن حبيتي تضيفيها؟ أنا فقط حبيت ندي منك الإذن، ممكن حتى الإمام، لأن في القضية حتى وإن كان فيها خطأ وأني ما نوافقكش على هذا الخطأ، في وليد الحلال جاء سطرها كمل معها الحياة، انتشلها، كانت قادرة دارهم تبراو منها كما قالت، كانت قادرة راهي في الشارع وراهي بين قوسين ممكن راهي تشتغل في أمور أخرى، لكن جا وليد الناس وليد الفاميليا اللي على باله باللي وش دارت وش غلطت وعلى باله باللي جابت ولد، ومع ذلك انتشلها من حياة الشارع وقبل أنه يتزوج بها، وشنو قبل أنه يتزوج بها قدام باباها ويماها، راح خطبها من باباها ويماها وعايش معها. يعني شوفي الحمد لله، شوف المجتمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. كما كان إنسان شراني، كاين الإنسان ماشي الخير فوق الخير بزاف الحمد لله، كما كاين كما الشيطان وكاين الملك. حنا فقط الناريمان ولا أمين يجوزون المكالمة تاع الزوج تاعها حيجوزوا الآن. هذاك الذي أساء إليها كاين الحمد لله إنسان، هذا إنسان طيب وربي جازيه، رغم أنه صعب جدا على الإنسان، صعبة لكنه جدا. لما رأى صدق نيتها، صدق توباتها، قال هذه المرأة حقيقة تابت ورجعت والخطأ ديالها، بناء معها أسرة، والدليل على ذلك دليل على ذلك عنده أبناء معها وصلح حالها والحمد لله. وإحنا نقول شوف الخطيئة هذه خطيئة الزنا، خطيئة لحظة، شهوة لحظة فقط، لكن تبقى التبعات ديالها. احنا كي نقولوا هذا الامر لا يعني بان بناتنا ولا اخواتنا سيئات، لكن الخطا هذاك سيبقى معك، يبقى يتابعك الى موتك. ولهذا نقول لازم الانسان يكون يحتاط، ياخذ امر الشرع في كل شيء، لازم تكون وقافا عند حدود الله، تكون وقافا اي حاجه تخالف الشرع وزيد فوق ذلك تخالف العرف لازم نحبس عليها. نعم الاخت فضيله فقط فكره برك، نشوفوا كما قلنا يعني زمان ودوكا ماشي كيف دوكا، كان زمان صح علاقه حب ولا الحب يروح يخطبها ولا، بينما الان اصبح ما نقدروش نعرفوا الحقيقه، لانه اصبح الهاتف انسان يهضر مع وحده في الهاتف، يعني يجيب الليل والنهار ويهضر معها، وهي تعيش في احلام ورديه ويعيش في احلام ورديه، والخلاصه تاعها حتما راح يكون لقاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، نظره ثم نظره ثم حتى يقع الخطا. بينما الطرف الاخر هي الانترنت، وما اصبح عن طريق شبكه التواصل الاجتماعي، عن طريق كل ما هو يبث هذه السموم، اصبح خطر على ابنائنا اولادنا، لانه بكري كانوا يقدروا يتحكموا في اولادهم، يعسوهم تخرج من كل جلده، بينما ذوك السم والقنابل الموقوته كما قال الاستاذ. اسمح لي بك ماشي كيف فقط هضرنا اكثر من اللي تهضر الحاله. فكره فقط في هذا السياق، لانه المسؤوليه مسؤوليه من؟ مسؤولية الأولياء. نعم طبعا، مسؤولية الأولى. لأنه في غياب رقابة تام، لأنه في بعض الحالات نعم. حاليا هناك نعم. بعض الآباء باش يسكتوا وليده نعم. والله البنت نتاعو رجلها حفيظة نعم.
قال لك حاجه حبيتي تقوليها؟ شتك محروقه على هذا الولد، قلتي لي وليد كل ولد نشوفه في عمره 6 سنين نقول بلي هذا وليدي نضال، قلتي لي كل ما يدوز عيد نتفكر بلي عندي كبده ماهيش معايا، قلتي لي بلي هذا وليدي الاولاني اللي فتحت عليه عينيا. احكي لي شويه، بالك هذا الولد اللي راهو عندك كاش عائله مربيه، بالك يعرفوا بلي ما كاش حنان فوق حنان الام، يتصلوا عاودوا يرجعوه اذا كان راهو في مراكز الدوله، يتصلوا باش يعاود على الاقل يتربى في حضن الام تاعو. احكي لي حفيظه. ما نكذبش عليك اختي فضيله، كل عيد يجوز عليا والله نشوفهم هكذا في الطفوله المسعفه تاع البيار كيوروا هكذاك في الشاشه التلفزيون، نقول بالك هذاك هو واحد موليد، هذاك هو وليدي، واحد منهم وليدي، يمد لهم لي كادو كاع، نقول هذاك بالك وليدي، وعلاش ماهوش هنايا قدامي؟ نحس به ويحس بيا، نشوفه كيفاش مواسي من نهار اللي زاد لهذيك الدنيا خليته، ما مزت شفته ولا حملته ولا بوسته ولا حضنته، ما نكذبش عليك. انا محروقه بزاف يا اختي فضيله، ما نكذبش. قوليها للزوج تاعك اللي تشلك من حياه صعبه واللي به قدرتي تستمري. نشكر الزوج نتاعي بزاف بزاف، الزوج نتاعي المخلص هو اللي كل ما نشوف الحصه يعني يمسح لي دموع عينيا ويقول لي روحي للحصه، اتصلي ويلابان وليدك ما كاش مشكله، نديروا واحد مولادي ثلاثه اللي نزادوا معاه. ما نكذبش عليك، هو اللي دعمني وقف معايا هكذا، راه جاي في الطريق بس كان خدام. المكالمه راهي معانا، الزوج راهو موجود معانا. الو. الو مساء النور. مساء النور خويا، واش راك؟ راك مليح؟ صحة لاباس؟ والله الحمد لله، الله يهنيكم انتم لاباس. الحمد لله. الزوجة تاعك راهي موجودة معانا وكانت تشكر فيك، وأنا شخصيا أنا نشكرك لأن في هذا الوطن بقدر ما كاين ناس ماشي ملاح، ناس يخدعوا ببنات الناس وناس يخلوهم في منتصف الطريق، كاين أيضا ولاد الفاميليا اللي يسطروا على بنات الناس. أنا نشكرك. عندك حاجة حبيت تقولها لنا؟ حبيت ممكن بالك إمام ديالنا حبي يشكرك أيضا. وي أستاذ خويا أنا معك. يا خويا نشكركم، نشكركم بزاف بزاف على الحصة هذه وكل عام خدمتك إن شاء الله. هي قالت لنا بلي انت عاونتها باش تجي، وقلت لها بلي هذا الولد رايحه نخليه بلي احد افراد العائله تاعي، بلي راك مستعد يكون وليدك الرابع. باهي صح، كاينه كاينه. ثم شغل ما كانش عندنا الوقت بكبر، ثم شغل نقولوا نمشيو نحوسوا عليه، ثم جات الاشاعه تاع الطير، قلنا ان شاء الله ان شاء الله بدي يقضي لنا فيها ان شاء الله. ان شاء الله. الاخ بارك الله فيك، انا حبيت نقول لك واحد الكلمه، ربي يجازيك ان شاء الله، وان شاء الله ربي كما سترت هذه الطفله في الدنيا، نسال الله عز وجل ان يسترك وان يبعد عنك نار جهنم يوم القيامه، لانك انت سبب، انت كنت سببا في الحفاظ على هاته المراه، لانك لو كان انت ما سترتهاش ممكن راح تروح لمكان اخر. انت هذا بهذا العمل ديالك اولا راك قدمت شيء ماشي ليها فقط ومشي لنفسك فقط، ما قدمتش شيء لنفسك تقابل به الله عز وجل، راك قدمت شيء للمجتمع، وما كاش اعظم انك تدخل سرورا على قلبي مفجوع ولا قلبي متالم، هذا هو اعظم شيء يتقرب به الانسان الى ربه، وهو ان يدخل السرور الى قلبي رجل اذا الى قلبي متالم. فبارك الله فيك وجزاك الله كل خير. انا اشكرك. عندك كلمه حبيت تقولها لنا؟ حبيت تقولها للزوجه تاعك راهي موجوده معانا. ان شاء الله ربي يشكيك منك وربي يعطي لك، وان شاء الله رزقك يحافظ عليك، ان شاء الله تجي في اغرب وقت ان شاء الله. الله يعطيك الصحه خويا وبارك الله فيك، وان شاء الله ربي يكثر مثالك ان شاء الله. انتم ثانيين نشكر لكم بزاف بزاف على الحصه هذه، انا دورا نوصلت هذا ونوصلت سمو النظر في الخروبه انايا. وصلت الخروبه. قريب يوصل معنا. خلاص تروح ديريكت تدي المطار تاعك على الاقل تروح معاها. ربي يبارك فيها ان شاء الله. معليش. ان شاء الله، يعطيك الصحة خويا، بارك الله فيك. نشكركم على الحصة هذه بزاف بزاف ونشكركم كاع ان شاء الله، وان شاء الله كل واحد يواجه في ربي يعطينا ان شاء الله. ان شاء الله، وان شاء الله تلقى هذا الولد نضال ويتربى معاكم، يتربى مع اولادك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا. السلام. مع السلامة. الله يسلمك. نشكرك حفيظة، عندك شيء أخير ممكن؟
نكذبش عليك اختي فضيله، برك حبيت نقول لك كي لحقت لو كي الجمهوريه طلبت انا لاديان، ومن بعد ديك هذا الانسان اللي خدعني في الدنيا انا ما نكذبش لك ما نسمحلوش، ما نسمحلوش ما قلت وما ديتش حقي، بالك يقول لك حشيتها لها في الدنيا، ما نسمحلو لا الدنيا لا الاخره، ونوكل عليه ربي وحسبي الله ونعم الوكيل. فيه كل دمعه طاحت من عيني وكل ليله قعدت مهلوسه على وليدي، واللي نشوفه ونقول بالك هذاك هو كبدتي. انا كي ندخل الالجي نقول بلي الكبده نتاعي ماهيش ملمومه، راني خليت مورصو هنايا راه ضايع، ما نحسش ببنت الجزائر كي ندخلها ما نكذبش عليك. بصح مادام صرات لي هذه الغلطه وبني ضاع من بين يديا نحس روحي كشكون مفروقه والكبده نتاعي راها محروقه، ونطلب من كل واحد راه يسمع فيا واللي عنده كبده وقلب حنين ورحيم وكل المسؤولين يعاونوني باش نلقى وليدي نضال اللي نزاد في 26 أوت 2008، وخليته في الصمار مع لاكارت نتاعي وانا الام نتاعو حفيظه، وحطيت الاسم نتاعو باباه محفوظ عندي ما بكيت، وحسبي الله ونعم الوكيل. قلتي حسبي الله ونعم الوكيل، ومعناتها ان الانسان رفع القضيه تاعو من الارض للسماء، ورب السماء ما ينساش عباده ان شاء الله، ربي ما ينسانيش الله. وعندي الامل الاخير هو الباب نتاعكم اللي دغدغت فيه، وان شاء الله اليوم جيتكم نبكي لا بروشان فوا ان شاء الله نجي ونضحك ونزقرت وندي وليدي وتفرحوا معايا ونتصوروا كاع الله. هذا ما نطلب ربي الله ان شاء الله ربي ما يخيبنيش الله. قلب ام مفجوع على وليدها مهما كانت الخطيئه، لكن دائما شعور تاع الامومه ما يموتش في قلب الام مهما غلطت. ان شاء الله هذا الولد يعاود يرجع لك، وان شاء الله يكبر معاك، لان مهما كانت مراكز الدولة ما راحش راح تحل مكان الأم الحقيقية. خليكم بعد الفاصل. الحالة الثانية اللي راهي موجودة معنا هي حالة فتاة أيضا غلطت في حياتها، وكي كان في عمرها في سن المراهقة تعرفت على شاب، هذا الشاب كان أكبر منها بعشرين سنة، هي كان في عمرها أيضا كانت مراهقة، جات مر العواطف تاعها أوهمها بالحب. موجودة معنا، مساء النور مريم، على بالي بلي هذه القضية واجعاتك وقلتي لي بلي ما راكيش حابة تفكريها. لا غير كنت صغيرة أخت فضيلة نكذبش عليك، ذاك الوقت كنت صغيرة كان عندي 17 سنة، ما كانش لي ينصحني وما كانش لي يوريلي معايا اخت فضيله، راني معاك كاش لي وريلي، واني ندمه على هذا الشيء حد الان كي كبرت وراني راني نشوف راني عايشه راني شغل نادمه واش درت من صغري، راني نادمه نستغرب غلطة تاعي بلي غلط. على بالي ما كيش حابه تباني معنا قبل ما نروحوا في الحكايه تاعك بالتفصيل. ايه. خلي فقط مع المشاهدين ومع الضيوف نشوفوا هذا التقرير على مريم اللي راهي جايبه ولد بطريقه غير شرعيه، هذا التقرير ونعاودوا نرجعوا لكم. انا يا اني نستعرف بالغلطه تاعي اللي غلطتها ما نكذبش عليك، اني نادمه واش درت، بصح انا الحاجه اللي نحوس عليها نحوس تثبت النسب تاع وليدي. انا وليدي عنده باباه، انا مش حبته يبقى في اسمي. كنت طفله هاي كبيره وكي عارفه دوكا يقرا دوكا ما نشوفش كي يكون صغير، شكون راني نشوف من اللي قدام. كنت صغيره كنت عندك عندي 6 ملي صرات بيا هذه كان 16 سنه 17 سنه الحق نستغرب غلطه تعبي يقول لك بك يا غلطت انا غلطت. مريم مازالها موجودة معنا، نبداو مريم. مريم وي انا نسمع فيك. انت تعرفتي على هذا الشاب كان في عمرك 15 او 16 سنة؟ انا كنت نقرا في التكوين المهني. كنت تقرا في التكوين المهني، هو كان حارس مدرسة او
لا لا كان عساس في حرست على كان عساس بين في المركز التكوين اللي انت فيه. ايه كانت علاقة معاه كنت علاقة معاه بدا يقول لي يعرف انا نبغيك انا نبغيك فهمتي بدات علاقة معنا من بعد على بالي بلي صعيب باش تحكي بعد ذلك صارت الفضيحة تخلى عليك واكتشفتي بلي هذاك السيد اللي كنتي معاه كان متزوج وأب لثلاث أولاد. إيه. وقلت لكم بعد النهار اللي كنت كانت عندي علاقة معاه ما كنت عارفة روحي قابل لي كنت نخرج معاه نفطر معاه في بيتزيريا كنت نخرج هكا معاه نفطر ما كنت عارفة بلي تصاري عفسة كيما هذي معاه قعدت معاه قريب عام. انت قلتي كلمه شابه قلتي ما لقيتش اللي ينصحني ما لقيتش اللي يوري لي الطريق الصحيح ما كاش ما نكذبش عليك ما كاش اللي يوري نكذبش عليك والدي ما نزونيش ليهم هذه حاجه الاولى حاجه الثانيه خاوتي ما نكذبش عليك فان جامي طوني احنا بلاصه اختهم ولا اخوهم هكا شغل ندير حاجه ومانيش عارفه حكايه شنو ندير تاك قلت لك حتى كنت نمشي مع على قد السي كنت نمشي معاه حتى من بعد كشفت بلي كنت بالحمل هاي تكشف روحي بلي وداني هو بروحه للطبيب كي داني الطبيب رحت كشف بلي حن عنده 4 أشهر قلت له عيسى كيف متزوج بقال لي لا قلت له كيف لا مبغاش يبين لي بلي راه متزوج حتى رحت للشرطة شكيت عند الشرطة وبعد هو تخلى عليك كل بكل بساطة. ايه. قلت حتى كي رحت عند الشرطة باش عمرت الملف سجلوني الملف تاعي وكامل. كنتي قاصر. ايه وهو ما راحش معي هو بدا يقول لي ما تقوليش بلي انا. حسي واحد اخر تخيل قال لي قولي واحد اخر. بس البنات اللي راهم يشوفوا فينا ما يديروش الثقة في حتى واحد مهما كان. وكما كان يقول شيخنا اللي يحبك يجي لداركم. الباب يجي لداركم. يعرف الباب لأن الذي ينوي الخير هذا قاعدة الإنسان هذه مثلا هذه الطفلة حبيتها وحبيت دينا معها دار ماشي تروح في الطريق ولا تروح البحر ولا تروح منا تقصد باب بيتها وتديها مش كريمة مش سوس سبحان الله العلاقة هذه ممكن كان سنات راح تولي علاقة شرعية وتخرج من بيت باباها فرحانة ويكون عندها أصلا الإنسان لما يروح البيت دليل على أنه نوي الخير صح هذا عام بكامله هي الدور معاه وم الكلام ماهوش موجه يا مسكينه قالت ما لقيتش شكون ينصحني وهذا الشيخ انا نقول لهم حاجه فقط هذا ماهوش مبرر الخطا ماهوش مبرر على مبرر الخطا هي قالت لك ما لقيتش شكون ينصحني لانه في الاصل العلاقه كانت سريه ها هو المشكل علاقه سريه لانه كانت سريه هي تخرج معاه بالتخبيه بارك الله المشكل وهذا لانه ما تم في الخفاء لا يمكن الاصل بارك الله فيك شيخ لان الاصل اي بنت يتقدموا لها لما تكون تصارح راح تصارح والديها قال يعني. فلان جاني وفلان واش رايكم ولا وشيخ صح لما تكون علاقة سرية نعم. شو بأي حق بين قوسين فقط عفوا بل ما تكون علاقة سرية نعم. كل أم تشد بنتها تقولها يا بنتي بلاكي هذا وش نقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد أحلاش احنا كاين واحد يقول لك بطون تدفع وأرض تبلع نظنوا باللي ولكن نجيب أولادنا نكبروهم نلبسوا لهم نوكلوهم نعطوهم يقراوا وروحوا للشارع انتم تعرفوا تصرفوا طبعا. لا خطا هذا النموذج هو الشيخ نموذج اللي انا يا بنتي حوار يعني اولا بنتي ولا وليدي نربيه ونعلمه على الاخلاق الاسلاميه نعلمه الصلاه ومن بعد لما تبلغ ندير الحجاب وننبهها ثم بعد ذلك الام ولا الاب يفتح جميع الملفات ما كاش حاجه حرام ما كان الشرع سبحان الله اذا كان ما كاش واحد يدعي الحياه كما الله عز وجل ان لكل دين خلق هذا الدين الحياه لو كان الام فتحت مع بنتها بالك يا بنتي بالك يا بنتي الاب صراحه تبدا من الاب ما فيها والو الاب البنت يا بنتي بالك وبالك وبالك اذا جاء واحد مرحبا به ناقشوه نمشوا معه لكن انك انت تترك البنت ديالك ولا تترك الولد ديال حتى الولد منو علاش نلوم الطفله فقط لوموها لكن الولد الثاني قولوا له اياك يا وليدي خاف الله عز وجل كما تدين تدان ممكن تدير الخطيئه وتحملها الاخت ديالك ولا انت دير الخطيئه وتحملها البنت ديالك لذلك كيما نخوفوا الطفل نقول خافي من الله عز وجل وحافظي على الشرف ديالك نقولوا له الولد انت ثاني خاف الله عز وجل وبعد الحرام وبالك لازم تدير بينك وبين الحرام مساحه كبيره وربي قال ولا تقربوا
ولا تقرب ودائما ننبهوا. ما فيش ما هوش مشكل ان دائما ننبهوا قال بالك وبالك حتى يشتني شيخنا حتى البرنامج حتى البنات هادو اللي جبتهم في اطار بلاكم لان احنا نقولوا ليش من باب اشهار الفساد لا نقولهم يا خاوتنا يا الجزائريين ايتها الامهات ايها الاباء اياك ممكن تخلي على الوظيفه ديالك ومن بعد يوما تجي البنت ديالك بالابن ديالها ويوم القيامه تستوقفك انت لانك خلاص تولي تتبرى منها يوم القيامه تقول له ربي والله بابا غير ما ورالي ربي غير امي والله ما ورات لي ما نبهتني ما علمتني ما كذا. مريم على بالي بلي صعب عليك وعلى بالي بلي كي تبكي حبيتك فقط ذكري لي اللحظه اللي كيفاش واجهتي والديك داركم كيفاش كانت عليك الصدمه كيفاش ما فهمتكش اخت فاش واجهتي والديك داركم بعد ما عرفتي راسك حامل كيفاش قدرتي تعيشي هذيك الاجواء حبيتك فقط ما نكذبش عليك ملي قلت لك ملي استوحي بالحمل مش سهله با تروحي تقولي والدك بلي واش انا راني حامل من راجل واحد اخر ما نكذبش عليك حشمت وخفت ما صراو الاستوار لي شويه وانا نعذر العائلات الجزائريه ومعهم حق ان التصرف يكون طالبيهمش باش ما يكونوش انسانيين لانه كان ما جاوش يغيروا على البنت ديالهم والله ما يزعفوا بصح كي يغيروا عليها ويشوفوا باللي الشرف ديالهم هو الشرف تاع الطفله هو الشرف ديالهم واسم الطفله هو اسمهم على باه يتصرفوا ما نلوموش الاباء وين كنا مطالبين باش نلوموا من البدايه انا واش نقول برك البنات هذو البنات اللي يسمعونا فينا معذره للرجال الرجال خداعين انا بصالح العباره لان بصابت سفوت ممكن نكمل لك كمل فقط شيخنا اسمعني كمل خلي راجل استنى الشيخ شوف الراجل اللي اسمه راجل صح ما يمشيش مع طفله برا صح الراجل صح الراجل الراجل اللي يقول انا راجل كي تعجبه الطفله يروح لباباها اسمح لي نقول لك حاجه يخطبها اذا خطبها وراح لباباها هذاك هو الراجل صح هذو اللي يجروا في الطرقان ماهمش رجال اسمح لي شيخ وما مش مؤمنين في هذه النقطه اولا قبل ما نجيو قبل ما نلحقوا نوصلوا للمرحله هذه اولا يجب ان تكون هناك المصاحبه بمعنى المصاحبه بين الام تصاحب ابنتها والوالد يصاحب ابنه هذه الحاجه الاولى اثنين لانه لولا كي نقول انا مش راجل ولكن لانه الرجل لا يمكن للرجل ان يصاحب المراه او الفتاه ما لم تكن هناك اشارات القبول اولا لماذا لانه الاشاره شوفوا شي ربي شي يقول لك في القران نجيو من الناحيه الشرعيه الزانيه والزاني بمعنى انه القبول ما كانش حاجه ما كانش ايجاب اذا كان اسمح لي الشيخ نكمل انا نجاوبوا كمل الفكره شيخ خليني مع الفكره انا كنت استاذ في انا استاذ كنت استاذ ثانويه وقالوا لي هذا الكلام قال لي الشيخ اسمع كمل لك انا كنت في القسم نقول لهم يا بنات هاو ما يجوش يا ذراري هاو ما يجوش سمشوا حرام قال لي الشيخ هما يحبوا قلت له ما يحبوا قلت له انتايا تخاف ربي ولا ما تخافش؟ انتايا خليك منه انت تخاف الله عز وجل ولا ما تخافش؟ اذا تخاف الله عز وجل يحبوا ولا ما يحبوش ما يهمش يا شيخ راك تحكي لما نكون امام لانه لا الوازع الديني في اصل في المجتمع احنا الاصل الوازع الديني لازم الوازع الديني عند الرجل الوازع الديني كذلك عند المراه نكونوا امام المراه مطالبه بالستر شوف مطالبه بالستر مطالبه بخوف الله عز وجل مطالبه بان تغض طرفها حتى لا يطمع فيها اي احد مطالب الشرع هذا احنا نطالب احنا كي نقولوا هذا الامر مش نقولوا روحوا خرجوا على يوم بعد ذلك لا حرام عليكم لا نطالبهم كذلك كما قل للمؤمنين يدلين عليهم من جلابيبهم نطالبوك تحتكم الشرع وانت الراجل كذلك نطالبوك باش تحكم الشرع انا فقط بين قوسين حبيت نجاوب فقط المحامي هو قال لك هما رضاو ولا هذاك الراجل ما يكونش خداع الا هي كان على بالها نقول فقط لهذا النوع من الرجال اذا كان يرضاها على اخته ما يرضاهاش على بنت الناس شوقي الشاعر المصري شو يقول لك نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء النظر كل الناس تنظر لكن النظرة تقابلها نظرة إذا كان فيها قبول لماذا لو قبلت النظرة بالجفاء لما توصل الرجل إلى أن يتابع الفتاة يعني الأصل وش عبيت نقول لك أن الفتاة أن الرجل إذا وجد القبول مباشرة ولكن الشيخ اللي جهناه هو الشيخ لكن الله عز وجل وش قال؟ لا لا الشيخ وش قال؟ الله عز وجل وش قال؟ زانيته وحده والزاني الزاني ولكن البداية في الأصل في البداية يا شيخ
في البداية البداية تبدأ. أنا لا أقول الزوج يتحمل الإثم، أنا معاه. لازم أن تكون التربية مصاحبة، لكن اسمح لي والله بالله عليك يا شيخ، أنه في طرقاتنا اليوم لما تكون فتاة يعني كي حبة الحلوى، اسمح لي، لما تكون يعني نعطيك مثال، حبة حلوى ليكوفرت يعني مغطية، يعني هذا هو الحجاب الذي يصنع. اسمح لي يعني الأصل هذا هو، لأن الذباب سيحط على يعني قطعة الحلوى التي تكون غير مغطاة ولا يحط على حبة الحلوى المغطاة. هذا مش حبيت نقول لك، لماذا؟ إذا لم يكن هناك من الناحية القانونية أن كل إيجاب يقابل قبول، إذا لم يكن قبول فلا يكون إيجاب ولا ينعقد العقد، هذا الأصل. نكمل فقط مع مريم سمحينا فقط، قبل كي كنت نحكي معك كيتي، لأنك قلتي لي باللي أهم شيء في الحياة ندمت عليه هي هذه الخطيئة، حبيتك تقوليها للبنات اللي راهم يشوفوا فينا لحظات الندم بعد ما صار لك كامل انت ندمتي، وكل ما قلتي لي كل ما نشوف في وليدي امين الندم دائما قدام عينيا. صح، ايه كل ما نشوف في وليدي امين صح ندم دائما عينيا. انت ما قدرتش، ما نكذبش عليك، ما قدرتش نسمح في وليدي، مستحيل، كنت نبات في الكرتونه برا ما نسمحش وليدي. وكما نقول لك شت ايه مشاكل في دارنا، بداو الناس يعايروني، بداو مالي يعايروني، ما نكذبش عليك مش سهله الطفله بالك صالحك تعيش في مجتمع تاع حراسه، مش سهله. خمس سنين سنين وليدي راه يمشي في 6 سنين، 5 سنين مازال ما لقيتش على المخده وانا مهنيه مازال. واش تحسي؟ واش رايبك كيفك؟ احكي مريم. احكي مريم. على بالي بلي صعيب، على بالي بلي دوستي بفترة صعبة جدا، على بالي بلي المجتمع تاعنا ما يرحمش، والديك ما رحموكش، والعائلة والناس وعيون كامل هاد الناس. احكي مريم. راني ندمة واش صرا لي، كذبش عليك. أنا وليدي راه غايرني كلامك مسجل في اسمي، دوكا راني نخمم له القدام، نخمم المستقبل تاعو، ني خايفه نموت، مانيش عارفه من غد ولا نصبح ولا من الحشيه، مانيش عارف، ني خايفه نموت وخلي في اسمي، مانيش باغيتها هذه، مانيش باغيتها، مين باغيتها؟ ربي يهديه، نقول له يا عيسى ربي يهديك، تسجل محمد امين وليدك انت، نقولها قدام ربي ولا قدام عباده بلي محمد امين ولد عيسى ما ولد حتى واحد، من اسحاق ما عنده حتى حاجه. لقيتي روحك فتاه من مواليد 1992 جايه للدنيا حياتها تهدمت، قلت لي ما بقى لي حتى امل في الحياه. احكي مريم. مريم انا بيك حبيت نقول، نوجه ميساج لهذو البنات، انت جاك بالك راهم في الجامعه، راهم خدامين، راهم يطلعوا الى مستقبل افضل، تلقاي روحك ام عازبه للطفل مجهول النسب وكامل العيون تتهمك. احكي مريم. ايه قلتي لو كان كملت قرايتي، لو كان ما مشيتش معاه. صح، ايه دوكا كاني نخرج وراني نخدم وراني نشوف الناس وراني نشوف البنات يقراو، ما نكذبش عليكم يعرفوا خير مني، يعرفوا يهضروا، يعرفوا يقراو، يعرفوا كيفاش. مش سهله، مش سهله، والله مش سهله، ما نكذبش عليك. نقول والدي على ما قرامنيش. صح، ايه كان يلبسوني، كان يقراوني، كان يعلموني نقرا كامل بصح، ما كنت مسحقة حين والدي حين خالتي، كنت مسحقتهم. هذا هو النموذج اللي كنا نحكوا عليه الاختي، هي صرخة انه كل اسره الا ما جبدتش ولادها مستحيل، لانه الزنقه ما ترحمش والشارع ما يرحمش، حتى يكونوا ناس مؤمنين ويرفدوك ويوكلوك ويشربوك، وصح يرفدوك صح، وشعب الجزائري في هذه الشيمة. صح الشاذ لا يقاس عليه في مثل هذه المجالات، لأنه فتاة، أي فتاة حتى تكون بحجابها ويطمعوا فيها، فما بالك الفتاة اللي أصبح كما قلت لك أصبح اللباس الفاضح والمش. راح نقول لهم يا ناس عاودوا علموا كذلك أولادكم على التربية تاع الدين الصحيحة والمتينة، لأنه ما كاش كما قول الله عز وجل وكما قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أصل المدارس الكبرى في العالم حتى الدول الأوروبية يتحث أولادهم، المنتدى العالمي للصداقة بين الشعوب أصبحت في برازيل المكسيك تنادي إلى العودة إلى الحياة القديمة، إلى حياة السبعينيات، أينما كانت المرأة تلبس اللباس حتى يعني إلى المرفق المحسم، وكانت وأصبحوا ينادوا خرجوا في مظاهرات
هذه الدول كافرة، فما بالك الدولة المسلمة التي أصبحت تتعرى وتتمجن وللأسف الشديد. كيف نحكم على أن نصنع مجتمع صالح وهو في البذرة تكون فاسدة؟ لأن الطفل هو عبارة عن بذرة والتربة هي الوالدين. إذا كانت التربة صالحة حتما لا أعقب ولا أقول ولا أتهم الوالدين، إنما رسالتي هي في التواصل الجميل والهادف والحوار، وأن نفتح ملفات لما لا كل حاجة احنا نقوله لا ذيك حرام، لازم نعرف وراء الحلال كاين اللي دري ما يعرفش كاين الوضوء كاين اللي ما يعرفش، مثلا الأطفال نعلموه غير حلال حرام حلال حرام، أصبح الطفل يقول هذه لا ما نديرهاش. وين الفضول علميا ونفسيا؟ أنه مرحلة الفضول عند الطفل، لأن ولكن يجب أن نوضح له هذه النقاط ونعطي الحنان. فقط سؤال للمحامي. لا هو حضرني واحد الحديث أستاذ، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشار إلى ما قاله الأستاذ واحد الشكل إحنا لكن نسيناه. قال علمه سبعا وأدبه سبعا زيد وصاحبه سبعا. كي نلقاو سبع سنوات ومن بعد تأديب تزيره في سبع سنوات، كي وصل سن المراهقة إياك تضربه إياك تعنفه، كي وصل 14 سنة تبدأ مرحلة المراهقة وهي أخطر مرحلة لدى الشاب ولدى كذلك الشابة، تبدأ مرحلة المصاحبة. مع أنت الأب يولي يدي وليده مع أهل القهوة، هذا شو مقصود؟ نخرج ندي معايا وليدي، كذلك المرأة تدي معها بنتها تفهمها يا بنتي بالك الكلام هذا. إذا طبقنا المنهج النبوي أمر بسيط جدا. هذا الشيء اللي كنت نتكلم فيه. وزيد حاجة واحدة أخرى، كاين عندنا المجتمع وش نكلم من نحلوا بعض المواضيع موجودة في الشرع عيب ومن بعد نهار توصل كارثة نبداو نخبيو فيها. معليش اسمح لي، لأنه شوف باش نكونوا أمام، رانا أمام مجتمع جزائري. المجتمع الجزائري عنده خصوصيات، عنده خصوصيات وعنده تقاليد وعنده الأعراف وعندنا الدين الإسلامي تاعنا. أكيد يضبط هذا النوع من الجرائم، هذا النوع لأنه جريمة، هذه الجريمة أراه لحد الآن ما زال جريمة مستمرة من الناحية القانونية، من ناحية يعني يقول لك دائما من حيث النصوص. هذا سيد هي تحوس لا من طريقة لتسجيل ابنها غير شرعي. هذا الإشكال أنا جاي أصلا قضية شرعية أخرى، لأنه هي عقدة الذنب، عقدة الجريمة اللي دارتها، عقدة الذنب، هذه بقات لها عقدة الذنب. وش معناتها؟ هي راهي تفكر حاليا ما دامها تشوف وليدها راهو دون وثائق وكانه دون هويه، هي تملك قطعه من لحمها ولكنها دون هويه، تعرف أبا تعرف والده وهو ربما لا يعرفه، يعني ربما قالت له، ولكن الاشكاليه دوك اللي راهي فيها الالم النفسي اللي تعانيه، الالم الذي الالم الذي تعانيه والحاله النفسيه التي تعيشها هي حاله عدم تسجيل ابنها او عدم امتلاكه للوثائق الشخصيه، بمعنى انه موجود ولكن وجوده دون هويه، ما عندوش اصل، لانه انا ما نكون كل ما غدوه هي تخمم مستقبلا كيف يكون مصيره. من الناحيه القانونيه صعب، لانه من الناحيه القانونيه هذا شيء صعب. اولا اسمح لي كمل لك من الناحيه الشرعيه كذلك، من الناحيه القانونيه لانه ما نقولوش احنا ابن زنا فقط، لانه ابن خاطئ، احنا نقول لك من الناحيه القانونيه ابن زنا تقدر فقط تعطي له الاب فقط الاسم ديالو، لازم تطالب فقط، لانه ما على باليش الاجراءات التي قامت بها، ربما هناك كانت متابعة جزائية، إذا كانت متابعة جزائية، وإذا كانت رفعت دعوة في شؤون، رفعت دعوة في شؤون الأسرة ولا ما زال يا سيدي؟ رفعت والسيد لا شؤون الأسرة خمس سنوات أدينا بخمس سنوات، لكن هنا أخذت المسار القضية، أخذ المسار الجزائي، يعني أدينا بفعلته ولكن الدعوة لم تكن مصحوبة بدعوة، ما نقولش إثبات نسب، لأنه باش نثبت النسب لازم يكون عقد زواج قائم الولد والفراش كما هو متفق عليه شرعا وقانونا. من الناحية القانونية أنه أركان الزواج ما فيش أركان، هناك ابن زنا الحق هنا، ربما من ناحية وعادة باش نثبتوا هذا الشيء للقاضي، ربما الحكم الجزائي سيفيد في الحق، ما نقولش إلحاق نسب أبيه فقط. بارك الله فيك. احنا ياخذ اللقب تاع الولد. شوف سبحان الله كل شيء مخالف للشرع يتبعه كذلك امور يتحملها امور مخالفه كذلك للشرع. احنا هذه المرحله الان ما نقدرش نديروا الحاق النسب، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد سراشي وللعاهرات العجل، لا يصح شرعا ان ينسب هذا الابن لهذا الرجل. لماذا؟ لانه لا توجد علاقه شرعيه، ما كانش عقد. شوف سبحان شوف من بساطه الشرع ومن صعوبته، بسط الشرع، لو كان هذا الراجل اللي كان ناوي الخير مقبل، مش يقول ما الرجال ما عنده مشكل، لا قد الذكور، لان الراجل عنده كلمه، لان الجزائر كي تقول واحد راجل معناتها راجل، ما كانش راجل حقيقه، لانه هو كان جاء طلب الطفله هذه وقال ودار الصيغه على مهر مؤجل او غير مقدم، كان سيصبح ابن
ابنه حقيقة ويمتاز له حق الوراثة حق الانتساب. لكن هنا شرعا لا يصح أن ينتسب هذا الابن لهذا الرجل لأنه لا توجد علاقة شرعية. هي بحد ذاتها وش قالت لي؟ قالت لي في عمر 20 سنة رفدهم أكثر من عمرها. علاش؟ هذه ما تقدرش تعيش لأنها حصرت الألم للخطيئة اللي دارتها. نقول فمن تاب تاب الله عليه، تكون عبرة لغيرها. وعندنا قصة المرأة الغامدية التي أتت عند النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت على نفسها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى يظهر حملك، ثم اذهبي حتى تضعي حملك، ثم بعد ذلك اذهبي حتى ترضعيه. لما أكملت العامين جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعدها عن إقامة الحد، فلما أثبت على نفسها أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد الرد. فلعنها بعض الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوها، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم، لأن هذه التوبة هي بينك وبين الله عز وجل، لا يمكن أن يطلع عليها أحد. نعم. حتى الإنسان ما يقعدش، لأن نعم. هذا من تلبيس إبليس. نعم. الإنسان لما يرتكب الخطأ ثم يقعد غارق فيه، يقنط هو من الشيطان. يا بسم الله الرحمن، يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط، فعدم القنوط يقتضي بك أن تسلمي لله عز وجل وأن تتوبي. تبتي تكون التوبة ديالك هذه صادقة وتامة، خلاص يكفيك، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنك، لكن تكون عبرة لغيرها، تكون عبرة لغير بناتنا وأخواتنا إلى بالك وبالك. مريم عندك كلمة حبيتي تقولي؟ حبيتك توجهي كلمة لجميع البنات اللي راهم يشوفوا فينا، البنات اللي عندهم ربما أصدقاء، البنات اللي يمشوا معها في الطريق، ما راهيش رايحة للطريق تاع الزواج. شو حبيتي تقولي لنا؟ انا ما نكذبش عليكم، ملي نقول البنات كاع الجزائريه تردوا بالكم، الوقت رانا فيه راه مر بزاف، وما كاش انا ما نكذبش في 100 ما تسيبش الراجل اللي صح يقول لك اني نتزوج بك. اي كاينه منها هذه، اديها من عندي، هذه اللي نقولها لهم. ما كاش من هذه تقول لي يقول لك انا نتزوج بك وانا نبغيك وانا، ما كاش من هذه تتنحيها من راسها. كما قال الشيخ في كلامه اللي ما كيف نقول لك، ما تفضلكش في داركم وما تجيش على سنة الله والراس وغير ما كان له. عندك طلب اخر، عندك طلب وحيد هو ان الابن تاعك يتسجل، يكون عنده اسم باباه. ان شاء الله هذا السيد اذا راه يسمع فينا على الاقل ما يخليش هذا الولد تايه بلا اسم. عندك حاجه اخرى حبيتي تقوليها مريم؟ ناش نقول اني عارفه بلي عيسيت بعد الحصه، نقول ان شاء الله ربي يهديك، ونقول له بلي وليدك مسحق اكثر من مسحقني انا. انا ما نقدرش نعوض، انا صح مو ما نسمحش فيه، صح مو شويه بوي شويه، انا ما نقدرش نعوض له كلش، انا كنت نعوض له كلش في بلاصتي بوي كلش. انا نتمنى حاجه نوصل ليها، ما نقدرش عليه، نتمنى حاجه نوصل ليها كواغطو برك، ما نسحق والو في الحياه اللي من الحياه اللي قدام، نسحق حتى حاجه كيما كواغطو وليدي، ما نسحق والو. هذه هي، ان شاء الله يكون ايام جميله في انتظارك، ان شاء الله ما نعاودش نسمعك قلتي لي بلي في عمرك 20 سنه ورافده هم اكثر من السن تاعك، ان شاء الله تعيشي حياه جميله ومع ذلك الحياه تستمر، لكن بدون العوده الى الاخطاء. قلتي لي كانت غلطه وانا نستعرف بها. نستعرف بها خلاص، ما نكذبش عليك، بس كان نخدم، قلت لك راني نخرج وراني راني نشوف بعيني، ما كاش اللي راه يقول لي بصح راني نشوف راني نخدم ونخرج برا كيما نقول لك الحمد لله، صح صار لي مشاكل كامل جبت روحي وخلاص، كان يشد وليدي كيما قال لك نهار كان نهار ما كاش من السوسيال لا من القلق محلي. الله، انا فقط واحد يقول لك الذكي من يعتبر بخطيئته والاذكى، وهذا الكلام موجه لغيرها، والأذكى من يعتبر بخطيئة غيره. البنات هذو بناتنا وأخواتنا، شوش تفضلي تخرجي من بيت باباك فرحانة وعروسة والناس قاعد تزغرك والناس فرحانة، وباباك تحت البرنوس تاع باباك وخوتك منا وفاميليا والناس دايرين حالة فرحانين بيك، ولا هذه الصورة الرائعة جدا اللي تبغيها أي طفلة؟ أنا ما كاش نسخسوا البنات لهنا، أخي تحبوا هذا الأمر ولا لا؟ أخي أكيد، ولا تولي تخبي مور ستار وما عليكش تهربي من دار الى دار الى دار. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، هذا وجهنا الكلام للنساء، الشيء الثاني نوجهه للرجال، اياكم
خطيئه ديرها لهنا ويوم القيامه تكون ممكن سببا في دخولك لا يعني الشيخ بسم الله يا استاذ ما قاطعك في السياق سختو هذا الراجل بين قوسين لانه متزوج وعنده ثلاث اولاد هو ما غدرش فقط بهذه الطفله المسكينه غدر حتى بمولات بيته ام اولاده اللي في البيت غدر بزوج نساء شوف كاين قاعده والله هذه القاعده وهذه الحكمه العرض دين هذه شو هذه راينا هذه قلناها يعني. قلناها وشفناها امام عيننا والله شفناها العرض دين كما تدين تدان كما تدير بنات الناس ربي ينتقم منك شيخ وحتى للفتيات يعني الفتيات اللي راهم يشوفوا فينا نقولهم مباشره انه الفتاه اذا اقترفت مثل هذه الجريمه اقولها جريمه او القنبله جريمة نعم. هي سجلت او كتبت شهاده وفاتها من يوم ارتكابها لهذه الجريمه اما للرجال او للشباب خاصه أنا أقولها حتى الشاب ما راحش راح يرقد لا أقولها دينيا ما كان لله دام واتصل نعم. وما كان لغير الله قطع وانفصل نعم. بمعنى أنه هذه النتائج دائما هي النتائج غير القانونية وغير الشرعية التي تتم خارج الإطار الشرعي وخارج الإطار القانوني نزيد حاجة فقط شفت العلاقة لما تكون علاقة شرعية نهار اللي يزيد الولد تشوف العائلة الكبيرة كلها تلتم والحمد لله واللي يجيب البيض واللي يجيب كذا اللي ما يقدرش كاع يجي فرحان بصح نهار اللي تكون علاقة غير شرعية أو شوف المحصلة ديالو أو دا العقاب 5 سنوات السجن سبحان الله أنا راجل وكذا ورزقت ونفس ما نزيد ندخل السجن لكن لما تكون علاقة غير شرعية شوفوا العقاب الدنيوي قبل العقاب الرباني خافوا الله عز وجل وإياكم توقعوا في الخطأ والحياة دائما أجمل عندنا العودة إلى الله وإلى الدين يعني هذا هو نشكرك مريم إن شاء الله أيام جميلة في انتظارك إن شاء الله على الأقل إن شاء الله هذاك ولد ما يترباش يعني حياة على الأقل بائسة على الأقل يعيش كما هو كما كامل دراري صغار اللي في مثل السن تاعو أنا نشكرك مريم معك أخت فضيلة أنا نشكرك على بالي بلي كان صعيب عليك جدا أنك تحكي لكن نشكرك لأنك وجهتي ميساج وجهتي ألف رسالة للبنات اللي راهم يشوفوا فينا لأن دايما نقول لا أنا ولا النفساني ولا الإمام ولا المحامي نقدروا نوجهوا رسالة لكن دايما الإنسان ولا سخط الفتاة أنها تتعظ لما تشوف بنت كما هي وقعت في مشاكل هي وحدها اللي ممكن تتعظ بها وهي وحدها اللي ممكن تكون رسالة وتكون عبرة لها أنا أشكرك جزيل الشكر مريم شكرا مريم إلى هنا ينتهي وقتي بي معكم لكن قبل ذلك أود أن أشكر مجددا الجمهور اللي راهو حاضر معنا نذكر جميع الناس الفيسبوك اللي تابعوا برنامج خط أحمر واللي تابعوا الحالات اللي موجوده على الحالات اللي نعرضوها في البرنامج وعلى هذا نذكر جميله من سيله اللي دائما تابع برنامج خط احمر كما راه نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي وزهره من عنابه اللي توجه رساله للبرنامج وايضا من ريما من باتنا وايضا نشكر جميع كاين شكر خاص للعجايز اللي موجودين في منطقه القبائل واللي يتصلوا ببرنامج خط احمر واللي عاده يصادفوني انهم يقول لك ماذا بينا نشوفوك تحكي بالقبيليه او ماذا بينا نشوفوا الضيوف يحكوا بالقبيليه انا نقول يا ريت كنت نعرف نحكي القبيليه باش على الاقل نحكي معكم بالقبيليه لكن للاسف لكن ومع ذلك نحن معكم وحنا ننسيو دائما نبسطوا اللهجه تاعنا باش نتوما اللي راكم تشوفوا فينا تفهمونا الناس اللي عندها مشكل او هم وانا دائما نقول ان شاء الله ربي يبعد عليكم المشاكل وان شاء الله ربي يبعد عليكم الهموم يتصلوا بينا نسيو نعرضوا هذه المشاكل باش نلقاو لها حل واذا ما لقينا لهاش حل دائما نقول نتعلموا نرفدوا يدينا وندعوا لبعضنا ان شاء الله ربي يبقي يستر على جميع المؤمنين الحلقة تاع اليوم كانت حلقة فيها نوع من الجرأة دخلنا بها لبيوت العائلات الجزائرية لكن الموضوع موجود لأني كي خرجت في حملة تاع التشرد لقيت عدد كثير من الفتيات الأمهات العازبات البنات اللي غلطوا في حياتهم لقيتهم عايشين في الزنقة كامل الأسباب تاعهم كانت كما هذه أنها كانت مع شاب غلطت لقات روحها في الشارع وهو راهو عايش في دارهم وتزوج ولاباس عليه او متزوج وهي عايشه في الشارع مع طفل مجهول النسب لهذا الحمله تاعنا لهذا الشهر هي حمله الهاربات من البيت
علاش هاد البنات يهربوا من البيت؟ وين راه المشكل؟ وين راه السبب؟ هل كاين مراكز للدولة أنها تنتشل هؤلاء من الشارع؟ علاش هاد البنات نلقاوهم في الزنقة يعودوا يديروا جريمة أخرى، واللي هي جريمة سمحوا لي بين قوسين، اللي هي جريمة الدعارة، يخلقوا أطفال آخرين مجهولي النسب. علاش من نقولوا خط أحمر باش هاد النوع من الظاهرة ما نعودوش نشوفوها في المجتمع تاعنا. إلى هنا ينتهي وقتي بمعكم، لكن دائما أشكر فريق برنامج خط أحمر. أشكر هذه المرة، نشكر مع العلم أنه بلك ننسى أسامي، لكن أشكر الكاميرا ومن اللي راهي معايا شفاء واللي بجانبها خديجة والمبدع على الآلة دايما، ما نغلطش أسمك نازونا وأكيد جدا التوأم الجميل والراقي كريمة وإيمان وريمة أيضا. ونشكر المايسترو تاع برنامج خط أحمر أمين سعادة ونريمان وعز الدين فريق برنامج خط أحمر، إلى كل هؤلاء، وفيصل تاع الصوت، مهندسي الإضاءة ومهندسي البلاطو وكامل طاقم برنامج خط أحمر. شكر جزيلا للمساعدة تاعهم باش يكون هذا البرنامج باش يوصل لكم في أحسن حلة. شكر إلى هذا الببليك اللي يحضر معنا دايما لبرنامج خط أحمر، ونوجه دعوة الناس اللي هم يشوفوا فينا وحبوا يكونوا عن قرب من هذه الحالات وعن قرب يشاهدوا برنامج خط أحمر. تسجيل تاعنا مساء كل يوم سبت على الساعة منتصف النهار. إذا حبوا يحضروا معنا نرحبوا بكل جمعيات شبانية ناشطة، بكل طلبة جامعيين، مرحبا بكم. إلى هنا ينتهي وقتي بي معكم، في أمان الله، إلى اللقاء. للاتصال ببرنامج خط أحمر راسلونا على العناوين التالية. شخص باش فقط نسلطوا الضوء على موضوع، على بالي باللي عدد كثير من البنات يحبوا برنامج خط أحمر ويشوفوه، أنا بيك حبيت نوجه ميساج للبنات اللي يشوفوا فينا باللي ولا حد يغرهم، باللي هاد النوع من العلاقات الغرامية مهما كان طفلة ما تقدرش تروح تنساق وراء عواطفها ويحدث الخطأ. حبيت بيك انت توصلي ميساج للبنات اللي راهم يشوفوا فينا. ما نكذبش عليك اختي فضيلة، انا يا نطلب من كل البنات اللي راهم يسمعوا فيا ما يصرالهمش ان شاء الله كيما صرا لي انا، يوم ما يامنوش كاع بلي كاين الحب هذا غير انه ينجم عليه عقد صحيح، عقد زواج يعني صحيح، باش ما يصرالهمش كيما صرا لي انايا يقعدوا ماهم بحياتهم، ماهم بشرفهم، ماهم يعني بولياتهم كيما ضاع وليدي انايا. انت حفيظه فقط، انت تخلى عليك مباشره بعد ما عرف باللي راكي حامل. غير ما قلت له باللي راني بالحمل هكذا ما حبش كاع يستعرف بيا ولا يوقف معايا يعني في الشده اللي كنت فيها، كنت وحدي نتخبط في قلته تاع دم، ما نكذبش عليك. بعد ما جيتي العاصمه انا حبيت نذكر هذه النقطه لانها نقطه للاسف تصاحب عدد كثير من الامهات العازبات، يقعون في مصيده اخرى بعد الفضيحه. تلاقت مع امراه، هذه الامراه سمعتها باللي حابه بعد ما تولد تبيع لها الولد لشخص مهاجر. احكي لي فقط هذه النقطه باش انا كنت يعني هكذا بالسطر في لوبيتال وكاع حين زيد ذاك الطفل، وانا سمعتها في التليفون تهضر مع واحد هكذا قالت ايميغري باش تبيع وليدي انا بعد ما يزيد ب 100 مليون. ومن بعد انا ما قدرتش نعطيه لها، ما بس قلت هذه الكبده نتاعي كيفاش ما قدرتش انا باش ما كنتش مسؤوله حتى باش ندرق راسي. انا ما كنتش ما عنديش وين نبات، قلت ما نقدرش نتحمل مسؤوليه طفل صغير، وكان الشتاء وكان الباد ما نكذبش عليك. على هذه تنازلت عليه يعني خليته في السبيطار وين زاد في السمار. الشيء اللي نقول للمشاهدين
شي اللي جاب حفيظه البرنامج خط احمر انه الضمير تاعها صحه، ولو اني مانيش موافقه على الخطا تاعك وانت بحد ذاتك قلتي لي راني مستعرفه باللي انا غلط. إيه يا حفيظه نعم الاخت فاضله، راني مستعرفه باللي غلط غلطه كبيره ودفعت الثمن تاعها غالي بزاف. بعد ما غلطت الضمير تاع حفيظه صحا، فكرت باللي عندها ولد، عندها كبده، تخلات عليه في المستشفى وراحت تكمل حياتها. وبالفعل حفيظه بعد ما راح تكمل حياتها الشيء ربما الجن السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم برنامج خط احمر. بعد نجاح الحمله تاع برنامج خط احمر لاسعاف المشردين ابتداء من هذا الشهر، البرنامج راح نديروا حمله جديده، لكن حمله هذا الشهر او شهرين راح تكون موضوع حساس وموضوع جريء جدا، لكن حبينا من خلال هذا البرنامج اننا نديروا خط احمر عليه، موضوع هروب الفتيات من البيت أو الهاربات من البيت. بلا ما نروحوا البعيد، ربما الحاجة اللي تخلي الطفلة تهرب من بيت باباها من بيت والديها هو الخطأ أو هو الفضيحة أو الخطيئة. الخطيئة هذه تجي بعد ما تقع الطفلة في مشكل أو البنت تقع في مشكل يكون جراء علاقة عاطفية غير شرعية أو جراء نقدر نقولوا حب لا ينتهي بالزواج لكن ينتهي بفضيحة. ما تلقاش هذيك الطفلة روحها، المجتمع لا يرحم، والديها أكيد جدا باللي عندهم حق، طفلة تهرب من البيت. أول حلقة راح نعالجوها من هذه الحملة هو موضوع تاع الحب والخطيئة. فتيات في عمر الزهور كان عندهم 15 سنة 16 سنة و 17 سنة تعرفوا على شباب، بدأت العلاقة بيناتهم علاقة حب، لكن للأسف هذه العلاقة انتهت بالفضيحة. الفضيحة جرت هذه الفتيات باش يخرجوا من البيت، والمجتمع ما يتقبلش تاعنا فضيحة كما هذه. هذه الحلقة جبنا زوج حالات، الحالة الأولى تاع امرأة غرها شاب كان في عمرها 15 سنة كانت تدرس، هاد الشاب ما قالهاش باللي راني متزوج، وهاد الشاب للأسف متزوج بمعلمة وينشد في حياته المبادئ. أهم هذا البنت باللي هو فارس أحلامها تمادات في كي كنتي تقراي كان في عمرها قلتي لي 15 أو 16 سنة 15 أو 16 15 سنة 15 سنة تعرفتي على شاب. ايه. كانت بيناتكم علاقه غراميه خارج اطر الزواج. نعم اختي فضيله. احكي لي شويه حفيظ. اختي فضيله انا كنت صغيره مينور 15 سنه، تعرفت بشاب وحبيته ما نكذبش عليك، وقعدت معاه في هذه العلاقه، مما ادى في هذه العلاقه حتى غلطت. ومن بعد انا رحت لهذا السيد وقلت له على الاقل مد الاسم لوليدك، ما حبش يستعرف بيا وخلى عليك وانت خلى عليا وانا في هذيك الظروف القاسيه. ولقيت روحي وحدي وعانيت ما نكذبش عليك. وداركم عرفوا في هذيك الفتره ما عرفوا؟ اي تاع الصح دارنا سمعوا، بعد وليت في مشاكل، وليت ما اقدر مع خاوتي عداوني، عداو اخوالي عداوني هكذا وعداو ما بسبتي، وليت في مشاكل وشعت مع الناس كاع وانتشرت كاع الحالة نتاعي ما نكذبش عليك، ونوليت ما نقدرش نبان. قولي داركم بعد ما علموا بالفضيحة خلاوك داخل البيت أو على بالي باللي مشكل صعب، وعلى بالي باللي العائلات الجزائرية وهذا من حقهم، من حق الأب ولا الأم ومن حق خاوتك أنهم ما يتحملوش فضيحة كما هذه في بيتهم. احكي لي شوية
عراقيل ولا المشاكل اللي واجهتك؟ ما نكذبش عليك اختي فاضله، عانيت بزاف هكذا ولحقت انهم حيت ذبحوني ماليا وزعكوني من الدار ولانهم تبروا مني نهائيا. وبعد انا ما قدرتش نحمل، ما نكذبش عليك، سوفلت بزاف وتمحنت في ذي الدنيا وانا صغيره وما عرفتش لمحان كيفاه. ومن بعد وين خرجتي؟ ومن بعد وليت رفضت روحي هكذا ورحت للزاويه تاع سيدي عيسى معروفه بزاويه شيخ العموري، قعدت سما مدرقه راسي حتى الحق الوقت يعني تاع اني وضعت الحمل هنايا في الجزائر. شكون اللي جابك للجزائر؟ جابتني يعني وحده هكذا ابار تليفون برك تعرفت بها ثم في سيدي عيسى وغضتها يعني وشفيتها ما نكذبش عليك. هي اللي دلتني اني نجي هنا للجزائر، قالت لي على الاقل باش ما تصلي روحك وينقص عليك هضره الناس. جيت هنا للعاصمه؟ جيت للجزائر هنايا وضعت الحمل في الصمار وخليت طفل يعني هكذا زاد في تاريخ 26 اوت 2008. 26 اوت دقيقه 2008. حفيظه بعد ما حملت بطريقه غير شرعيه من هات تحت هذه الكلمه او نديروا خط احمر. الحاله الاولى اللي راهي موجوده معنا الحاله تاع الاخت حفيظه جاتنا من ولايه البويره. اخت حفيظه هذه كانت تقرا، عرفت على شاب مشات معاه في علاقه غراميه، حباته. بعد ما حباته هذا الانسان سلب منها اهم شيء ممكن تملكه الفتاه، لكن للاسف خلاها تتخبط في الفضيحه لوحدها. هذاك الشيء دفعها باش تتحمل ذنب خطيئه. جات البرنامج خط احمر باش تحكي لنا حكايتها، موجوده معنا. مساء النور حفيظه. مساء الخير الاخت فضيله. انا نشكرك لانك عندك كل هذه الجراه، ونقدر نقول شجاعه بعد الخطيئه. اكي معايا حفيظه؟ انا معك اختي فضيله. حفيظه على بالي حتى لو كانت حبيتي تباني انا نقول لك باللي ما تقدريش تباني معنا. لكن قبل ما نروحوا نسمعوا حكايه حفيظه بالتفصيل خلونا نروحوا نشوفوا هاد التقارير صغيره عليها ونعاودوا نرجعوا لكم. صغيرة وهفني هذا السيد وخبى عليا باللي كان متزوج وانا تغريت في هذه الدنيا وكنت صغيرة وما نعرفش. وقراني كش قول لامان وما قلت هكذا كان يحلف لي ثانية على المصحف كش قول وثقت فيه. ربي ان شاء الله ما تتكررش هذه الغلطه معايا ولا مع سوى واحده اخرى. الحرقه كاع راها في قلبي. واحد كيما يقول لكم ما حبش بابه يستعرف به وانا كنت صغيره بصح نوكل ربي. هذه هي نوكل ربي وانا حقي ما نجسي ابحى فيه. حفيظه موجوده معنا. حفيظه انا اختي فضيله نسمع فيك. انا حنعاونك شويه. مالي حفيظه؟ خطا انجبت طفل غير شرعي، الفضيحه كبرت خلاتها تخرج من البيت، موجوده معنا في البلاطو. حنا نجيبوا هادو الحالات بين قوسين دائما، مش باش نشهروا بهادو الحالات ومش باش ممكن نديروا كما يقولوا ممكن بالك نكسروا حرمه العائلات الجزائريه، لكن انا على بالي باللي الطفله اللي راهي تشوف فينا او البنت بين قوسين اللي راهم يشوفوا فينا باللي بالك لا الامام ولا المحامي ولا انا ولا النفساني قنحها، لكن الشيء اللي قنحها بخطوره الشيء اللي راهي فيه هي حاله كما هي تجي البلاطو وتحكي لها. هذا هو الغرض تاعنا بالدرجه الاولى. والحاله الثانيه ايضا للاسف مراهقة أحبت رجل في عمري بالك أنا نهار شفت باللي فايتها بعشرين سنة، حباته ومشات معاه، فيما بعد لقات روحها حامل في مأزق، ولدت طفل غير شرعي. جات البرنامج باش تحكي المشكل
راهي ضايعه. هادو زوج حالات نشوفوهم لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد، لكن قبل ما نبدا نرحب بالجمهور اللي راهو حاضر معنا. نرحب باعضاء جمعيه الفرحه الدوم، وهي احدى الجمعيات الشبانيه اللي كانت ساعدت برنامج خط احمر في حملته لاغاثه المشردين، موجودين معنا لهنا، وايضا مجموعه من الطلبه الجامعيين ومجموعه من الناس الطيبه اللي حبت تحضر لبرنامج خط احمر. نرحب بضيوف البرنامج كالعاده، الاخصائي النفساني محمد فرجاني، مرحبا بك. مرحبا بك الاخت فضيله وكل مشاهدينا، ونقول لهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام. واكيد جدا نرحب بشيخنا البشير الابراهيمي. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. ورحب ايضا بالمحامي والمستشار القانوني ابراهيم بهلولي، مرحبا بك. شكرا، مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور. كما كنت قلت لكم، موضوعنا لنهار اليوم هو راح يندرج في سلسلة من المواضيع اللي راح يفتحها برنامج خط أحمر، موضوع تاع الحب والخطيئة، وموضوع أيضا يورينا جزء مما يحدث في المجتمع الجزائري. كما كنت قلت لكم، موضوع تاع فتيات وقعنا ضحية الحب، نديروا حب لكن نديروا سطر